كيف انكسر المضرب تبعك كاران؟ شلون صار هيك؟ كاران يلا نقي واحد من هدول المضارب بداله. كاران أنا بعرف إنه المضرب مستحيل ينكسر لحاله، في حدا أكيد ورا هالقصة، وأنا قلبي حاسسني إنه المسؤول عن هذا الموضوع بريد في. أنت لا تقلق أو خليك مركز، اختار واحد من هدول المضارب وكمل عادي. خد اللي بيريحك، أنا رايحة بهدله وحطه عند حد وخلصنا بقى. لا شريستي، ما في داعي. كيف يعني كاران؟ صح هو كسر لي مضربي، بس أنا رح خليه يدفع الثمن. خدي وعد مني، بدي خلي كل العالم يعرفوا إنه هو شخص فاشل وإنهم مغشوشين فيه. أنا رح أعطيه درس لهالمحتال ما ينسى بحياته. أكيد بيكون انكسر قلبه وقت انكسر هذا المضرب، مبين على وشه الزعل وقديش هو متضايق ومزعوج من هالمباراة. مباراة مهمة كتير بالنسبة لإلنا، وصار التحدي بيناتنا كتير كبير. هلأ أنا كسرت له مضربه اللي بتفائل فيه، وبالتالي هو ما رح يقدر يركز على اللعبة أبدا. اليوم تحديدا نقطة ضعفه هي اللي رح تخليه يخسر قدامي. كاران لوترا، أنت انتهيت، وأول شي رح أعمله رح خلي هالواثق من حاله يبكي قدامي. أنا رح أشمت كتير. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.